السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طابت جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، اليوم كان هناك اجتماع تاريخي لحلف الشمال الأطلسي، حلف الناتو، في أحد القواعد العسكرية في ألمانيا تحديدا. وهذا الاجتماع جاء بطبيعة الحال بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مخصص لأوكرانيا، مخصص للحرب في أوكرانيا، ومخصص أساسا ل رفع القدرات العسكرية لتسليح أوكرانيا، لتقديم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، يعني بطبيعة الحال أن تقوم هذه الدول بالمشاركة في تسليح أوكرانيا لمواجهة الحرب الروسية. وطبيعة الحال نحن نعلم على أن هذه الحرب يعني قد دخلت واحد المرحلة ديال الاستنزاف بالنسبة للروس، وهنا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن يعني توريط الروس بشكل أكبر في المستنقع الأوكراني، وبالتالي هم يقدمون على هذه الخطوة ديال المزيد من التسليح والدعم العسكري لأوكرانيا. لكن ما يهمنا نحن كمغاربة هنا في هذا الموضوع هو أن المغرب كان حاضرا في هذا الاجتماع، هذا الاجتماع التاريخي ديال حلف الشمال الأطلسي. المغرب كان حاضرا، ويعني مثل المغرب السيد عبد اللطيف اللدي اللي هو الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، رفقة ضباط من القوات المسلحة الملكية. وهذا الاجتماع يعني حمل اسم المجموعة التشاورية من أجل الدفاع عن أوكرانيا، المجموعة التشاورية من أجل الدفاع عن أوكرانيا، وكما تحدثت فهو مخصص لتسليح الأوكران. من جهة نحن نعلم على أن الموقف المغربي فيما يعني في الأسابيع الماضية فيما يخص هذه الحرب كان موقف محايد. كان هناك موقف يعني عام بصفة عامة للخارجية المغربية، خرج ويقول على أنه يرفض أن تقوم دولة بالهجوم على دولة أخرى، ولكن يعني من جانب آخر رأينا الحياد المغربي فيما يخص التصويت، التصويت الذي كان أو عدد يعني من مجموعة من القرارات والمشاريع التي كانت في الأمم المتحدة، المغرب رفض الحضور، رفض حضور عملية التصويت، وكانت هناك يعني لمحة عامة على أن المغرب قد اختار الحياد يعني التام. لكن حينما نرى على أن المغرب أيضا يحضر هذا الاجتماع، فالسؤال الذي يطرح، هل قام المغرب بتغيير موقفه من هذه الحرب، ولأي سبب، ولأي يعني مسألة؟ بطبيعة الحال هذه الأمور غادي نعرفوها في المستقبل، لأن باش المغرب يحضر لهذا الاجتماع ديال حلف شمال الأطلسي مخصص لتسليح أوكرانيا، فهو بطبيعة الحال مسألة مهمة ومهمة جدا. السؤال الآخر الذي يطرح، هل سوف يقوم المغرب هو الآخر بتقديم أسلحة إلى أوكرانيا؟ أنا غادي نتكلم على واحد المسألة يعني بسيطة جدا. إن أقدم المغرب على هذه الخطوة فيما يخص التسليح، فهو سوف يقدم أسلحة قديمة، يعني أسلحة لنقل على أنها خارج الخدمة أو أنها قديمة نوعا ما في القوات المسلحة الملكية، وهنا سوف يكون امتياز أو سوف يكون يعني أو يقوم المغرب بطلب لتعويض هذه الأسلحة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى، وبالتالي هو سوف يقدم هذه الأسلحة القديمة لأوكرانيا ويطلب تعويض بأسلحة حديثة. يعني نحن نعلم طبيعة الحال على أن القوات المسلحة الملكية تشغل عدد كبير وضخم من الأسلحة بمختلف الأنواع، وبطبيعة الحال منها أسلحة ما يمكن أن يستفيد منها الأوكرانيين في هذه الحرب مع الروس. فيبقى السؤال، أو سوف يقدم المغرب هذه الأسلحة القديمة لأوكرانيا، ولكن في المقابل طبيعة الحال سوف يطلب أن يتم تعويضها بأسلحة حديثة، وبالتالي سوف يكون هناك يعني نوع من يعني الأمر الإيجابي في هذه المسألة. ولكن فيما يخص الموقف المغربي من هذه الحرب تبقى هناك تساؤلات عدة، وبالتالي سوف ننتظر أن نرى المواقف المستقبلية ديال الدبلوماسية المغربية، التي طبيعة الحال نحن نعلم جيدا على أنها لا تقدم على أي خطوة إلا حينما يعني تكون متأكدة على أن هناك مصلحة للمغرب، مصلحة للمغاربة، مصلحة للدبلوماسية والخارجية المغربية فيما يخص هذه المسألة. إذن متابعينا الكرام، الصورة أمامكم هي للسيد الوزير عبد اللطيف اللدي المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وهو حاضر في هذا الاجتماع. في الخلفية يمكنكم أن تروا أحد اللافتات أو الشاشة المكتوب يعني فيها يعني المجموعة التشاورية للدفاع عن أوكرانيا، والتي هي متخصصة أو مخصصة ل يعني البحث سبل تسليح أو دعم أوكرانيا فيما يخص المجال العسكري. متابعينا الكرام، سوف أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.